الحقيقه يعني نسكر جناينا قد ما في مطالبات من هالموضوع يعني. منيح بشارع على البحر خيي شو محل مهني وعم نلم لهم اجاره فهمتي؟ بس شو بيطلع من خاطرك من هون هناك؟ شو بدي اقول لك؟ 20,000 30,000 بدك اياه؟ لا مش هيك يعني، مش هيك بدي ادفع، واحد بيدفع حسب قيمته. 18,000 لا تحت ال 20 ما عم ناخذ، تحت ال 20 ما عم ناخذ. شوفوا التجار فخامتك ولو شو انا فخامه يعني، ما فخامه يعني 20 بس ما مره 20 بس لا عامل لك عيد مسطوره يا خيي. شو بدي مسطوره؟ ما نحن بدنا مسطورين كمان 20 خلص معمول لك بكره ولو 10 رجال يا خيي. لو انا هي مثل الازيت اللي من شغله يا حبيب قلبي وعامل لك عيد مسطوره يا خيي خلص صيف. بس شو بدي اعمل فيها؟ بدي تصيف تصيف شو بدي؟ شو ما بدفع لها اجار الشاليه ماما يعني بدها تاخذ شاليه على البحر؟ انا عم نلم لها اجر الشلة، شو بيطلع من خاطرك؟ 20 هو خلص يا خيي خلص عم نلم 20 يا خيي حصلت رجالي خلص قلت لك لا لا دبر لها بشرف وخاطر علي كلمة صغيرة بس دبر لها يا خيي خلص 20,000 بدها تصيف عندها ولدين ما بتلحق علي خلص خيي 15 ييييي علينا يا زلمة شو هالشغلة هيدي 15 لا ماشي ما معروف علي مو معروف خلص خيي خيي بدها تصيف العيلة عم يا اخي تصيف شو انا مسؤول عنها يروحوا على شو محل هي شو اسمه الشركات اللي 15 منيحة 15 ما لم يمشي لهلا ما عم تقرا خيي 10 يلا دبرنا اياها ان شاء الله والله العظيم مش ما بيسوى شو منك انك تلحق علي ليش تعصب انا؟ انت بدك تعصب انا بدي اتعصب لان عم بتلح على شيء قلت لك لا خلص طب تقعد بتقبل ما يصيفوا يعني الاولاد يصطفلوا بده ياخذوا شاليه على البحر وبده يصيف في ناس مسؤولين خيي اعطينا 10 10 يلا يا خيي خلص عم يقول لك خلص خيي 10 منيح على اسمعني شوي خيي اتركني عم لك 10 خلص ماشي خلص 5 ولا قرش ولا قرش خلص عيب عيب ليش يا خيي عيب 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 تطالب بهالامور هيدي يي عم تفتش انت عم تفتش على تدبر له المصاري شو اسمه طب ليك وخيي سؤال صغير انت ما تسالني بده يصيفوا طيب يا خيي صيفوا يا انا مسؤول عنهم ادفع لهم انت اذا انت لا 20 مين حضرتك بالاول مين حضرتك جوزيف انيس نايم نايم سيد نايم كسر كسر وين يعني كسر مش هون بالعراق 10 بس الله يرضى عليك دبرنا يا خي الله يرضى عليك حل عني بقى بده يصيف يا خي والله العظيم بس عم تنرفزني انا قصدي ليش عصب انا خلي ايدي يا عم تعصب شو لك معي انت بدها تصيف لها تصيف يا عيب عليك خمسة خمسة منيحة خمسة ايه بشرفك خي جاوب عني خي شو والله يرضى عليك ما تدخل انت خمسة منيحة خمسة ولا شيء خلص خمسة ولا قرش خلص 2005 طيب يلا شو هيك عم بت بدها تصيف العيلة عم بقول لك وش عندها ولدين هيك عم بي عم بي عم بي بينادي شو اسمه 100% عم نعمل الكاميرا الخفية وعم نمزح وتعيشوا تعبتوا غيرة انت كمان بدي احيي الكاميرا هوريك